الجهد الناجم عن شحنة داخل الموصل الكروي. هذا لدينا الموصل هنا والموصل الكروي. إذن هنا من هذه النقطة إلى هذه النقطة تعبر عن الجهد داخل الموصل، ومن هذه النقطة إلى الخارج تعبر عن الجهد خارج الموصل. إذن داخل الموصل قيمة الجهد 9 ضرب 10 قوة 9 في الشحنة على نصف القطر، وخارج الموصل 9 ضرب 10 قوة 9 ضرب الشحنة على المسافة. وهنا هذه الرسمة مقارنة بقوانين المجال داخل وخارج الموصل الكروي. إذن هذان الجهدان مهمان جدا لداخل الموصل الكروي وخارج الموصل الكروي، حيث أنها النقطة تبعد مسافتها عن مركز الموصل.